فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم من سب الصحابة؟ يقول السائل: ما حكم من سب الصحابة؟ من سب الصحابة عداوة لهم وبغضا لما لدينهم فهو كافر. أما من سبهم لأمور شخصية فهذا ضال، يعتبر من الضلال، ويبين له أنه ربما أنه يقلد بعض الفسقة وبعض أهل الضلال في هذا ويصدق ما يقال، فيبين له، بينوا للناس هذا الأمر، علموهم العقيدة، اشرحوا لهم العقيدة الصحيحة. نعم.